انضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية يعني حالة الدولار والارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع بعد بيانات يعني نوعا ما إيجابية من الولايات المتحدة، هل تتوقعين استمرار حالة التذبذب حتى نهاية هذا الأسبوع لمؤشر الدولار؟ صباح الخير. طبعا الدولار الامريكي بيشهد تقلبات قويه والعديد من التذبذبات طبعا مع الترقب لاهم حدث بالنسبه للفدرالي الامريكي الاسبوع القادم. اجتماع البنك المركزي سيكون يومي 13 و 14 ديسمبر المقبل، يعني اغلب التوقعات الان تدعم بدء احتمالات تخفيف الفدرالي الامريكي وتيره التشديد النازل، وهو ما كان سبب رئيسي في تراجع الدولار الامريكي. ولكن طبعا بعد البيانات الإيجابية واستمرار نوعا ما تماسك الاقتصاد الأمريكي والذي انعكس على إيجابية البيانات الاقتصادية، تسبب هذا نوعا ما في عودة ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات، حتى وجدنا أن توقعات رفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية فقط. طبقا لأداة السي ام اي جروب بدأت تنخفض من مستويات 85% حتى الآن تستقر عند 77%. الآن التوقعات بدأت تزداد نوعا ما لصالح رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وعلى الرغم من تلك النسبة نوعا ما ضئيلة يعني 25 أو 26%، ولكن يعني وجود التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكا يتسبب نوعا ما في عودة ارتفاع الدولار وإن كانت بوتيرة طبعا بطيئة. الآن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات يستقر عند مستويات 105، وطبعا متراجعة من مستويات 114، ولكن الارتفاع الذي حدث نوعا ما قد يشهد أو قد يستمر لبعض الوقت مع الترقب لطبعا بيانات التضخم الأسبوع المقبل ومن ثم الاجتماع الفدرالي الأمريكي. إذن على الأجندة الاقتصادية خلال تعاملات الأسبوع المقبل معدلات التضخم في الولايات المتحدة، تليها مباشرة الاجتماعات من الفدرال الأمريكي وأيضا المركزي الأوروبي. هل هذا الارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار هل سيعيد فعلا اليورو تحديدا إلى نقطة التعادل أو دون نقطة التعادل في ظل حالة الترقب في الأسواق الأمريكية؟ الآن بالنسبة لليورو يعني شهد ارتفاعات الدولار الأمريكي تسببت في الضغط من جديد على تداولات اليورو الذي كان يقترب من مستويات 1.06 عاد الآن لمستويات 1.04. طبعا الأسبوع المقبل سيشهد تقلبات قوية في الأسواق العالمية سواء بالنسبة للدولار الأمريكي والتحركات القوية مع صدور بيانات التضخم، حيث أن أي علامات أو دلائل على نجاح الفدرالي في السيطرة على وتيرة ارتفاعات الأسعار وتباطؤ نمو التضخم الأسبوع المقبل سيؤكد وجهة نظر المستثمرين حيال تخفيف الفدرالي الأمريكي وتيرة التشديد النازي. وطبعا يعني أي علامات من الفدرالي على تحديد مسار الفائدة في 2023 بنسبة أقل طبعا مما شهدناه في 2022 فسيضغط على أداء الدولار الأمريكي. على الجانب الآخر البنك المركزي الأوروبي طبعا سيرتقب القرار الفدرالي الأمريكي حيث سيرسم توجهاته الفترة المقبلة لو فعلا بدأ الفدرالي الأمريكي في إعطاء أي دلائل على تخفيف وتيرة التشديد النازي، فسيبدأ البنك المركزي الأوروبي أيضا. فعلى الرغم من ارتفاعات التضخم في المنطقة الأوروبية ولكن طبعا انكماش أغلب القطاعات مخاوف الركود الاقتصادي نقص الإمدادات قد يدفع البنك المركزي الأوروبي يعني التأني في وتيرة رفع الفائدة بعد رفع 3 مرات متتالية، مرتين منهم كانت بواقع 75 نقطة أساس. وبالتالي لو وجدنا فعلا أن الدولار الأمريكي قد يبدأ في اتجاه هابط أو قد يواصل تراجعه فسيدعم هذا طبعا اليورو بعيدا عن مستويات التعادل. نعم أمان، يعني في ظل حالة التخوف أيضا من الركود الاقتصادي، إذا يعني هل استفادت العملات كالبلدات الآمنة، إن تحدثنا عن الين الياباني تحديدا، من حالة التراجع في مؤشر الدولار، هل فعلا استفاد وعاد إلى مستويات نوعا ما جيدة في ظل هذه المعطيات؟ طبعا بالنسبة للين الياباني يعني شهد ارتفاعات ملحوظة أو تعافي ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي طبعا مستفيدا من تراجع الدولار الأمريكي. بعدما كان يستقر الين الياباني عند مستويات 153 ين لكل دولار عاد ليرتفع من جديد ليستقر الآن بقرب من مستويات 137 ين لكل دولار. وعلى الرغم من أن الدولار الأمريكي شهد
بعض الارتفاع مؤخرا بسبب البيانات الإيجابية أو بسبب تفاؤل الأسواق نوعا ما، ولكن نوعا ما الدولار الين الياباني مستقر عند مستويات يعني مقبولة نسبيا بعدما كان ينهار أمام الدولار الأمريكي عند مستويات 153. ولكن علينا برضو أيضا الوضع بعين الاعتبار أن بنك اليابان لا يزال يؤكد على الاستمرار في السياسة النقدية التوسعية، وبالتالي سيبقى الين الياباني طبعا مرتبط بتراجعات الدولار الأمريكي. تعافي الين الياباني سيكون مرتبط بتراجع الدولار الأمريكي وليس بسياسات البنوك المركزية السالبة أو الفائدة السلبية التي تضغط على أداء الين الياباني. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على هذه المعلومات.